شكرا سيدي الرئيس. إنه من دواعي سروري أن أتواجد هنا في القاهرة في هذا اليوم الخاص بالنسبة للعلاقة المصرية الأوروبية وبالنسبة لنا جميعا، فإننا هنا قد عملنا بكد في قبرص من أجل رفع مستوى العلاقات إلى مستوى شراكة الاستراتيجية والشاملة. هذا هو يوم فارق والذي يعترف بالدور المصري أو أهمية المصرية العميقة والاستراتيجية فيما يخص الاستقرار والرخاء، ليس فقط لمنطقة شرق المتوسط ولكن لأوروبا ككل. وبالطبع فإن الإعلان المشترك الذي سنوقع عليه اليوم يضع الحجر الأساس لتنفيذ هدفنا ونيتنا، وأن يجعل هذه الشراكة الاستراتيجية تتمتع بالعمق الضروري فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالطاقة، كما أنه يقر بالأهمية التي يمكن أن نقوم بها ليس فقط في مجال الاقتصاد ولكن خلق فرص العمل للمصريين من خلال الاستثمار، وكذلك هذا يتعلق بالطاقة وبالمشروعات التي يمكن لمصر واليونان أن يلعبوا فيها دور حساسا من أجل تطوير ليس فقط تطوير مصادر جديدة للطاقة المتجددة ولكن مصادر أخرى، وأننا التي سوف نحاول أن نصل إلى أوروبا بهذا من هذا المنظور من أجل تأمين أوروبا. ما هذا يعني؟ أن هناك المزيد من المشروعات الجديدة والأكثر طموحا والتي في المستقبل تعمل على التحولات كما تحدثت سيادتك عنها في مجال الغاز وفيما يتعلق بالتعاون وخاصة في مجال الهجرة. أولا نريد أن نقر بالجهد الضخم الذي تبذله مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين من العديد من البلدان التي واجهت صعوبات اقتصادية وسياسية خطيرة. والرئيس السيسي، دعني أقول، إذا كانت مصر تتمتع بالرخاء فإنها سوف تساعد دول أخرى تعاني من عدم الاستقرار مثل السودان وليبيا، والتي أجبر شعبها ليس فقط على الفرار من الصراعات الداخلية بل كذلك من الأزمات الاقتصادية. ولكن كما أشارت السيدة رئيسة المفوضية أننا كذلك فإننا ندعو للأبرياء الذين يشعرون باليأس وأن نكفل كذلك مسارات جديدة، عدم فتح مسارات جديدة وأن نفتح مسارات قانونية لغير المصريين الذين يلجؤون إلى الاتحاد الأوروبي. نحن نعمل عن كثب مع مصر وقد نرحب على مدار العقود بالعمل مع مصر، وأعتقد أن شراكتنا يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به فيما يمكن أن نحققه نتيجة لهذه الشراكة الجديدة الشاملة والاستراتيجية. وفي النهاية فيما يخص مسألة غزة، دعني كذلك أن أعرب عن بالغ قلقي إزاء الموقف، وأننا نؤكد مرة أخرى على وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن، وأننا كذلك أدعم ما قيل لا يمكن أن نقبل تحت أي ظرف أي نزوح قسري للشعب الفلسطيني إلى مصر، وأننا كذلك نقر بالمخاوف العميقة الأمنية لمصر حينما يتعلق الأمر بهذه المسألة، وأنني أأمل أننا يمكن أن نعمل معا الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يخص البحث عن السبل التي يمكن أن نعمل معا مرة أخرى بالنسبة للحلول الواقعية والسياسية طويلة الأمد للمأساة الفلسطينية والعمل من أجل حل الدولتين. مرة أخرى سيدي الرئيس، إنه من دواعي سروري البالغ أن أتواجد معكم وأن تسحبني ك
كذلك رئيسة المفوضية وزملائي المقرين من الاتحاد الأوروبي. هذا اليوم نعلق عليه أهمية كبيرة، وهو يوم مقدر بالنسبة